أستاذ ماهر، إذن الكاظمي في واشنطن هل سينجح في تحديد شكل الاستراتيجية المقبلة للعلاقة بين البلدين في ظل إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو على صد النفوذ الإيراني في بغداد؟ أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وحيا جمهور قناتكم قناة فلوجة. أهلا بك. يعني وجود الكاظمي اليوم وجود مصير منعطف في مرحلة مهمة في العملية السياسية، ولا بد أن ينتقل السيد الكاظمي من لا دولة، من منطق اللا دولة إلى الدولة، ويستثمر هذه الزيارة وهذه اللقاءات مع كبار المسؤولين، لا سيما الإدارة الأمريكية رقم واحد في العالم ولديها علاقات واسعة وشاسعة ومسيطرة على منصات منظمات دولية، وهي قيادية في المجموعة الدولية أي مجلس الأمن. وأعتقد الأمريكان عليهم التزام كبير كإداري وأخلاقي، هي من جاءت غيرة النظام بال2003 بقوة السلاح أن تتحمل مسؤوليتها الإدارية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب العراقي، لا تجعل من العراق مستنقعا لدول الجوار. ونحن كعراقيين نرفض أن نكون أفغانستان العرب، ولن نكون ليبيا ولا سوريا. طيب، سيبقى العراقيون كما عهدوا وعرفوا قبل 7000 سنة أصحاب حضارة وادي الرافدين. سيد ماهر، كيف أن ينظر كيف على واشنطن، ما هي الوسائل التي يمكن أن تفعلها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم العراق حاليا ومن أجل تحقيق ما تريده وهو الحد من النفوذ الإيراني؟ سؤال جدا مهم وضروري، هو من أدخل النفوذ الإيراني؟ أليس السيد أوباما 8 سنوات من فتح الأبواب وكأنه يكره العرب ويعشق العجم؟ من الذي جعل هذه الدول أن تدخل إلى الساحة العراقية؟ أليس من هي الإدارة الأمريكية؟ ما كان الأولى؟ وكل خيوط اللعبة بيد الإدارة الأمريكية، كل شرائن الاقتصاد العالم بيد الإدارة الأمريكية، العالم يتعامل في الدولار وأمريكا من تطبع الدولار. إذن الأمريكان هم من فتحوا أبواب العراق للتدخل وشجعوا دول الجوار أن تحتل بغداد وباقي المحافظات وتشكل عليها على ساحتها جيوش تحمل أسلحة. أكيد أمريكا متورطة وتتحمل المسؤولية، بل لم تفعل بشكل جدي إلى الشعب العراقي. لربما أنهم الأمريكان غير مستعجلين ويحتاجون لربما 20 سنة 30 سنة حتى تحسم الأمر. فعلى السيد الكاظمي يكون واضح كوضح شمس العراق في تموز أن يقول لهم ما هو دوركم، أنتم من جئتم وغيرتم خارطة الدولة، لم تسقطوا النظام بل أسقطتم دولة وبلعتم مؤسسات وانتهكتم البلاد. ما الذي قدمتموه إلى العراق مع 56 دولة دخلتوا إلى العراق؟ أين هي الديمقراطية؟ أين هي حماية الشعب العراقي؟ من الذي دخل داعش؟ من الذي يساعد اليوم دول تدخل في العمق العراقي ومع الأسف لا تتحرك الإدارة الأمريكية؟ سيد ماهر، الأمريكية ما الذي قدمت للشعب العراقي؟ إن اعتبرنا أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن قد أدركت خطأ ما فعلته سابقا وتريد فعلا تحجيم إيران في العراق، هل تعتقد بأن الكاظمي سيساعدها على ذلك، خصوصا وأنها تضع شرطا أساسيا وهو لجم الفصائل المسلحة وسحب السلاح وحصره بيد الدولة؟ يا سيدتي، الكاظمي منذ 100 يوم يقاتل بالساحة وحيدا فريدا، وترك أمام هذه الكتل التي تمثل أجندة دول جوار لم يساعدها واحد. ما الذي قدمه الأمريكان للسيد الكاظمي في هذه 100 يوم؟ مو الرجل أراد يحاول يقطع كل أجنحة هذه الدول الجوار ويجعل لبغداد سطوة وحظوة؟ نعم، لم يكونوا الأمريكان ولا العالم بصراحة يحملون الجدية والمصداقية. من يحمل الجدية والمصداقية؟ أكثر من 160 دولة ألا يستطيع يساعد الشعب العراقي؟ ألا يستطيع يساعدنا اقتصادياً؟ 5 أشهر وجائحة كورونا تضرب بالعراقيين ولم تقدم الإدارة الأمريكية ولا العالم بمساعدة العراقيين. نحن لا نريد السيد ترامب يستغل أو يستثمر زيارة السيد الكاظمي لأغراض انتخابية. ليعرف وليقول له السيد الكاظمي عليكم مسؤولية
أخلاقية وإدارية. متى تكونون جادين؟ ما أنتم أسقطتم نظام بعشرين يوم، 130,000 مقاتل، هل بضع أسلحة فالتة وبعض شخصيات لا تستطيعون السيطرة عليها؟ نعم، الواضع الظاهر أن الواقع الأمني أو الأمن القومي الأمريكي غير متأثر. لو كان متأثر لجرى كما جرى في المطار. أقول أنه بغداد لا يجوز يوميا تذبح، ولا يجوز يقتل العراقيون كناشطين ومواطنين وتنتهك كل القيم. لا يجوز أن العراق يترك بساحة فوضى. نقول لهم هذه المرة كفى، أما تكون إذن على الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية كبيرة. سيد ماهر عبد جودة، أشكرك جزيل الشكر.